ده لو لا قدر الله حصل هذا السقوط. ولكن تخيل لما يبقى عندك مدير كوره طالع ما بيجي يتكلم بيقول لك احنا الاول يا جماعه نحاسب نفسنا. طبعا الكلام ده بعد مباراه الامبي طبعا قال لك احنا بنحاسب نفسنا وهنتكلم مع نفسنا الاول صح. وبعد كده نبقى نشوف احنا ده دورنا. كابتن سيد طبعا دوره ان هو يتكلم مع اللاعبين وكل ده طبعا. احنا دورنا زي ما انت بتقول كده كريم ان احنا دايما نقول للناس ايه اللي بيحصل. عندنا مشاكل بدون تبرير، عندنا مشاكل طبعا. في كذا وفي كذا وفي كذا بنقول طبعا. بعد كده على الجمهور في الاخر يا احمد تقبل طبعا. الامر او عدم تقبله دي حاجه ترجع للجمهور النادي الاهلي. طبعا احنا هنا لما بنتكلم للتوثيق وليس للتبرير. يعني ايه للتوثيق؟ انت بتوثق حاجات حصلت على مدار الموسم زي اللي هتقوله لنا دلوقتي. يعني لو نبدا حتى احنا السنه يعني احنا امبارح قلنا 10 نقط كان معايا الاستاذ اسامه السويسي قال 15، انت النهارده جايب رقم تاني. لا هو النهارده انا حاسبها بقى بالارقام بالحكام بكل حاجه. النادي الاهلي النهارده في الموسم ده فقط 13 نقطه بسبب الاخطاء التحكيميه. 13 نقطه، غير ده غير بقى حكايه ان احنا لينا 11 ضربه جزاء صحيحه ما تمش احتسابها ولينا 6 اهداف صحيحه، لكن احنا حاسبين ال 13 نقطه اللي النادي الاهلي فقدهم و 13 نقطة استفاد منهم نادي الزمالك من خلال برضو الأخطاء التحكيمية. هل إيه المعيار بتاعنا؟ المعيار مش كلامنا احنا، المعيار هو رأي خبراء التحكيم في جميع القنوات اللي بره قناة الأهلي كمان مش اللي في قناة الأهلي. فنبدأ كده أول حاجة هنشوف بعض المباريات في الجدول قدامنا، هنلاقي أول حاجة مباراة وادي دجلة 0-0 اللي هي انتهت 0-0. كان حكم المباراة أحمد الغندور، حكم الفار حسام عزب. الأخطاء التحكيمية كان هناك ضربة جزاء للنادي الأهلي في تلك المباراة وهنعرض كل الحاجات دي بالصور. تمام؟ فطبعا النادي الأهلي تعادل، يعني إيه؟ أخذ نقطة، كان المفروض يكسب، يبقى فقط كام نقطة؟ نقطتين. المباراة الثانية مباراة البنك الأهلي، إن النادي الأهلي تعادل فيها 0-0، كان حكم المباراة محمد سلامة، حكم الفار عمرو الشناوي، كان فيه هدف صحيح تم إلغاءه للنادي الأهلي وفي ضربة جزاء للنادي الأهلي، يعني النادي الأهلي كان المفروض يكسب 2-0. يبقى كده كام؟ نقطتين فقدهم النادي الاهلي لانه اخذ نقطه، كان المفروض ياخد ثلاثه. نيجي للمباراه الثالثه، مباراه بيراميدز 0-0، كان الحكم المباراه جهاد جريشه، حكم الفار كان طارق مجدي، كان طبعا في هدف صحيح اتلغى للنادي الاهلي وفي ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب، وبالتالي في نقطتين فقدناهم لان المباراه كان المفروض نكسب، يعني المفروض ناخد ثلاث نقط وانت خدت نقطه واحده، يبقى برده يبقى انت ايه فقدت نقطتين، يبقى كده لغايه دلوقتي ست نقط. تعال نروح لمباراة المحلة اللي هي كان حكم المباراة 1-0 اللي هي اللي خسرناها 1-0، وحكم المباراة محمد معروف، وحكم الفار سيد شعبان. كان هناك للنادي الأهلي ضربة جزاء صحيحة في، وكل ده هنعرضه بالصور دلوقتي، في نهاية الشوط الأول، وكان في كارت أحمر لمدافع المحلة في بداية الشوط الثاني. يعني المباراة لما ضربت جزاء في نهاية الشوط الأول للنادي الأهلي وكارت أحمر، يعني أكيد النادي الأهلي كان هيكسب، يعني كانت هتبقى النتيجة 2-1 للنادي الأهلي أو أكتر كمان من خلال الطرد ومن خلال ضربة الجزاء. النادي الأهلي خسر المباراة دي. نيجي بعد كده لمباراة الزمالك 1-1، حكم المباراة أمين عمر، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربة جزاء للنادي الأهلي ما اتحسبتش، يبقى كده نقطتين. المباراة الأخيرة اللي هي مباراة الإسماعيلي 1-1، محمد الحنفي، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربه جزاء اللي هي بتاعه جونيور اجاي لم يتم احتسابها، وبالتالي نقطتين. لما نجمع كل النقط دي هنلاقي النادي الاهلي فقد كام نقطه؟ 13 نقطه فقدهم النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. تعال نتفرج على الصور. اول صوره معانا نمشي بقى مباراه أيوة. مباراه وادي دجله دي عشان برضو يبقى كلامنا موثق بالارقام وموثق بالصور. دي ضربه الجزاء اللي كانت لصالح احمد رمضان بيكهام لم يتم احتسابها في مباراه وادي دجله. المباراة الثانية مباراة البنك الأهلي زي ما قلنا كان في ضربة جزاء وكان في هدف صحيح، ضربة جزاء لصالح قفشة لم تحتسب، وكان في هدف صحيح. الصورة اللي بعدها اللي هي بتاعة أيمن أشرف اللي سجلها براسه برضه هدف صحيح للنادي الأهلي، ده لم يتم احتسابه. دي المباراة الثانية. المباراة الثالثة مباراة بيراميدز كان فيها ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب للنادي الأهلي، وكان فيها هدف صحيح لم يتم احتسابه للنادي الأهلي برضه تم إلغائه في وجود الفار. فدي كده ثلاث مباريات 2-3 بست نقط. تعال نخش على المباراه الرابعه مباراه المحله، ديت كانت في ضربه جزاء للنادي الاهلي في نهايه الشوط الاول صحيحه لم تحتسب. ومع بدايه الشوط الثاني هات الصوره اللي بعدها اهي كارت احمر، ده الغاء هدف محقق، فرصه هدف محقق من خارج منطقه الجزاء كارت احمر، ده كلام كابتن محمد الشناوي في قناه اون سبورت على طول، ده في بدايه الشوط الثاني. وبالتالي المباراه دي كانت المفروض تنتهي بفوز النادي الاهلي، مباراه الاهلي والمحله.
ولكن بسبب خلينا الأخطاء. نتكلم بلاش نتهي بالفوز، لكن خلينا نتكلم ان كان هناك ركله جزاء، ركله جزاء وكارت احمر. تمام، نيجي بعد كده لمباراه الزمالك، اهي ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي لم يتم احتسابها، المباراه دي انتهت بالتعادل، وبالتالي النادي الاهلي فقط برضو نقطتين فيها. المباراه الاخيره مباراه الاسماعيلي، ودي ضربه الجزاء اهي، دي الكوره ما كانتش لسه خرجت من الملعب اللي قال عليها كابتن سمير عثمان، طالما الكوره لسه ما خرجتش في الملعب في قناه اون سبورت برضو، ودايس على رجله جونيور، دايس باهر المحمدي دايس على قدم جونيور اجاي قبل ما الكوره تخرج من الملعب، اذا ضربه جزاء. كل النقط دي النادي الاهلي خسرها، 13 نقطه فقدها النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. والمشكله ان بكره مباراه الزمالك ووادي دجله زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا مفروض مباراه الزمالك ووادي دجله دي مباراه حساسه، سواء لوادي دجله اللي المفروض يكسب عشان بينافس على الهبوط، وتعتبر من اصعب المباريات لنادي الزمالك لان هو بيقابل فرقه خلاص لازم تكسب عشان تقعد في الدوري، ومن الناحيه الثانيه نادي الزمالك بينافس على بطوله الدوري، اروح اجيب حكم مش دولي؟ يعني هم السبع حكام الدوليين يا جماعه، السبع حكام الدوليين اللي حضرتك تفضلت وقلتهم، محمود البنا، امين عمر، احمد الغندور، ابراهيم نور الدين، جهاد جريشه، محمد معروف، محمد عادل، ما جيبش حكم دولي في مباراه الزمالك ووادي دجله؟ طب ليه؟ ليه احط ليه اعمل شك او جدل؟ دي مشكله على فكره. بالمناسبه يعني كل حكامنا لهم كل التحيه وكل التقدير، احنا دايما بنسلط الضوء على الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل، ولكن هم كاشخاص طبعا اصدقائنا كلهم حكام ممتازين، بس انا بتكلم ان انت في مباراه حساسه اجيب حكم دولي، ابعد نفسي، خاصه دي بطوله هتدي دوري، يا اما تدي دوري يا تنزل فرقه. بالظبط، ده مباراه يعني مباراه حساسه تعتبر من اصعب المباريات في الموسم. ايوه، بالتالي لازم كان من وجهه نظري ان يبقى في حكام دوليين، ده حاجه غريبه، خاصه كمان ان كابتن محمد الصباحي لما نعرض الاخطاء بتاعه نادي الزمالك هذا الموسم لم كان في ضربتين جزاء في مباراه الزمالك وام بالامبي ما حسبهمش. ايوه، وفي مباراه الزمالك وبيراميدز كان حكم فار كان فيه هدف صحيح لضربه الجزاء بتاعه نادي الزمالك اللي هي في اخر المباراه اللي تم احتسابها وكانت غير صحيحه، وكان في كارت احمر لطارق حامد وفي وجود محمد صباحي حكم فار. طب انا ليه احط نفسي في الكلام؟ طب ما انا اريح دماغي خالص واجيب البنا، اجيب ابراهيم نور الدين، اجيب الغندور، اي حكم دولي. يعني ليه احط نفسي في مجال الشك؟ يعني ده السؤال. بس الحاجه الثانيه بقى، تعالى نتفرج على النقاط اللي حصل عليها نادي الزمالك برضه بالارقام وبالصور، ومش والمعيار بتاعنا ايه؟ مش كلامنا احنا، راي خبراء التحكيم في القنوات بره قناه الاهلي. يعني احنا مش جايبين حاجه كمان برضه من قناه الاهلي، لا ده بره قناه الاهلي. تمام، طب تعالى نشوف اول حاجه قدامنا اهو، ماتش بيراميدز 1-1 اللي هي المباراه الاولى. كان حكم المباراه محمد عادل، حكم الفار كان جهاد جريشه. كان هناك هدف ملغي صحيح لنادي بيراميدز في تلك المباراه، وبالتالي الزمالك حصل على نقطه كان المفروض الزمالك يخسر في هذه المباراه. الزمالك اتعادل. تعالى للمباراه الثانيه اللي لسه كنت بتكلم عليها، مباراه انبي، كان مين حكم المباراه؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكره الزمالك ووادي دجله. حكم الفار صبحي العمراوي. كان هناك ضربتين جزاء لنادي انبي لم يتم احتسابهم، وبالتالي نادي الزمالك حصل على 3 نقاط مفروض كان يخسر هذه المباراه لو تم على الاقل لو تم احتساب ضربتين الجزاء. تمام. تعالى المباراه الثالثه، مباراه المقاولين العرب اللي هي 2-2، كان حكم المباراه مين؟ ابراهيم نور الدين. حكم الفار مين؟ طارق مجدي. كان في ضربه جزاء، وكل الكلام ده هنعرضه بالصور، كان ضربه جزاء لنادي المقاولين، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطه كان المفروض يخسر تلك المباراه. مباراه بيراميدز 1-1 اللي هي المباراه الثانيه اللي هي جهاد جريشه، ولسه كنت بتكلم كان مين حكم الفار؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكره مباراه الزمالك ووادي دجله. كان هناك كارت احمر على طارق حامد، وكان في ضربه جزاء غير صحيحه لنادي الزمالك تم احتسابها، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطه كان المفروض ما يحصلش عليه. تعالى بعد كده على مباراه سموحه 2-1، كان مين حكم المباراه؟ محمد الحنفي، وحكم الفار نادر قمر الدوله في ضربه جزاء، لم يتم احتسابها لنادي سموحه. الاهلي 1-1، امين والأهلي عمر، محمود عاشور، وبعد كده المقصه، وبعد كده المصري، كل دي ضربات جزاء للانديه المنافسه، سواء للمقصه الصور، سواء للمصري، سواء لسموحه. تعالى نعرض الصور. ايوه، هتلاقي لما تجمع كل النقط دي هتلاقيهم 13 نقطه حصل عليهم نادي الزمالك برضو بسبب الاخطاء التحكيميه. ادي اول حاجه، ده الهدف بتاع بيراميدز اللي تم الغائه، طبعا كانت الحكم حسبها تسلل وهي ما فيهاش تسلل. الصوره اللي بعدها ديت الضربتين الجزاء بتوع انبي اللي هو كان حسبهم الحكم، اللي ما حسبهمش الحكم محمد صباحي. تمام، ضربتين جزاء واضحين جدا. ايوه، كمل، ضربتين جزاء اهم واضحين جدا. نكمل الماتش اللي بعده، ماتش المقاولين، ضربه جزاء على اشرف بن شرقي لم يتم احتسابها.
كمل دي برضو دي المفروض كارت احمر في مباراه بيراميدز على طارق حامد، الحكم اصلا ما ادلوش انذار في اللعبه دي. ايوه كمل دي ضربه جزاء تم احتسابها لنادي الزمالك. كابتن سمير عثمان قال ايه في الحاله التحكيميه في تحليله؟ قال هو اللاعب لو شال ايده الكره هتروح فين؟ في صدره، اذا مش ضربه جزاء. تمام نكمل ديت برضو ضربه جزاء واللي فارد ايده امبارح في مباراه فارد ايده ما اتحسبتش طبعا. دي ضربه جزاء برضو لنادي سموحه على طارق حامد في مباراه الزمالك وسموحه. كمل مباراه الاهلي، كمل مباراه المقصه ضربه جزاء، كمل لا دي اللي واضحه قوي. اه دي بقى هدف المصري الزمالك جابه في النادي المصري في اخر دقيقه كان فاول، الهدف ده كان في البلاس 90 وكان المفروض ان الحكم الفار ما جابلوش لمسه اليد. يعني هي المفروض ان هي كانت فاول على لاعب نادي الزمالك وكان الهدف ده غير صحيح. تمام طيب اذا 13 نقطه استفاد بيهم نادي الزمالك من خلال مش من المفترض ان هو يستفيد بيهم. والمعيار بتاعنا زي ما بقول كذا مره، المعيار بتاعنا مش احنا اللي بنقول الكلام ده، المعيار من محللين التحكيم اللي في جميع القنوات هم اللي قالوا الكلام ده. 13 نقطه استفاد بيهم، احنا جماعه عملنا ايه بالظبط؟ احنا جمعنا الحالات بس مش اكتر من كده. 13 نقطه استفاد بيهم نادي الزمالك و13 نقطه فقدهم. طيب هل لو كان نادي اخر بينافس النادي الاهلي غير نادي الزمالك كنت هتقول نفس الكلام؟ هي الفكره اللي انا عايز اقوله، هو احنا مش بنقول برضو ان التحكيم وحش او كده، لا هي الفكره كلها ان احنا عايز ابين للناس برضو ان احنا بتوتر. وده مش للتبرير، ده للتوثيق. حلو جدا بس ده مش سؤالي. انا سؤالي تاني خالص. ايه بقول لك هل لو كان نادي اخر النادي الزمالك اللي بيتنافس مع النادي الاهلي كنت هتجيب الاخطاء دي؟ ايوه طبعا، بس على اساس ان هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي. ايوه بس هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي دلوقتي هو المتصدر بالزبط. وعايز اقول لحضرتك ان ده مش معناه ان بس ما حدش يا جماعه يتصور ان احنا بنتكلم مثلا على نادي الزمالك تحديدا او كذا او كذا، لا احنا بنتكلم على التنافس ما بين الاهلي واحنا بنحترم جميع الانديه، بنحترم جميع الحكام، لكن احنا من يعني احنا دورنا ان احنا نوثق بعض الحاجات الموجوده اللي حصلت. مش معنى كده ان برضو ان السبب لو لا قدر الله مثلا يعني حصل اي حاجه في الدوري ان ده سبب، لا ده برضو من ضمن الاسباب اللي حصلت في بالظبط الدوري. سبب من